السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دابا كنتواجد في واحد الشارع رئيسي حي الهدى. هذا الشارع الرئيسي هذا كيتميز بأنه كيتوفر على منشآت رياضية مهمة غادي نكتشفوها معنا، ولكن قبل ذلك نوريكم الشارع. شوفوا كيداير، أنا دابا واقف نص ديالو فاش واقف، مخصنيش دابا نقطع من هنا نورمالمون. خاطر تشوفوا هنا هاد غالونتيغ، مخصنيش نقطع من هنا، ها مني غادي نقطع. دابا أنا راه دايز من الباساج غير خصني ندوز نورمالمون، لأن الأساس ديال المواطن الصالح هو المواطن اللي كيحترم القانون. هنا جو ني با لو دروا أنني ندوز فيه، علاش؟ لأن هذا كيتسمى بيست سيكلابل. بيست سيكلابل بالعربية هي ممر ديال الدراجات الهوائية، ها منين خصني ندوز من هنا. من هنا دابا خصني ندوز، غادي نجي من هنا نورمالمون. ترى داير ليا من جوج، هادي دابا ديال الطوال دايرين هنا موبيل مارك. هادشي يا عاش من الدولة هادي. من غادي يدوز الطوبيس من هنا، من هنا دابا غادي يدوز الطوبيس. المحطة هي هادي، محطة المحج، ستاسيون المحج اتجاه الميناء، وهذاك اتجاه تيكيوين. كيقادو دابا هاد الأفلام ديال هاد المحطات هادو كيكملوهم، واحد البوست خر حتى هو ديال الضو غيكون هذا. إذا هذا دابا إلا قطعتي من هنا وجيتي لهنا، ها هما لي زيسباس فير هما هادو. بعدا دايرين الشجر داخل، هاد الشارع هذا راه ما عرفت سميتو، والله ما عرفت سميتو، كنقلب عليها على السميه كاع ما كاينه كاع السميه هنا. غادي يكون بن عبود، المهم واحد فهادو بن عبود ولا كرزيفي، غيكون بن عبود حيت هو الأول. اذا هنا هنا فين كاين هذاك المقر ديال الجتير، هنا هما الشوارع اللي خدموا على بن عبود. الكرسيفي يمكن اللي في الدوره، الفارابي، ازغار، تافوك، تافوك ديال الشمس، الويصال، عثمان، تودرت، درا خدموا ارواد الزبل. هذا نورمالمون البلديه خصها تجي تسميتو هاد الزبل، راه المواطن اللي كيلوحو اصلا. ولكن اش غادي دير بنادم المغاربة بنادم الزبل ديالي، بنادم اش غادي دير ليه بنادم الزبل وكيلوح الزبل. مكنبغيش نخسر الهضرة، ولكن ضروري غادي تخسر الهضرة مع واحد من نوع الشعب، ضروري غتخسر معاه الهضرة. هو الطوبيس اللي قالو لنا غيجيبو، بينما الحقيقة راه مختلفة. الطوبيس اللي قالو العباد غيجيبو هو هذا. إذا دابا غادي نمشيو نكتشفو المنشآت الرياضية اللي كاينين، واش فهمتي؟ هو هاد مربيكالا غادي في البيست سيكلاب، معلم بيست سيكلاب هي هادي. هذا شارع زعما واه زعما ما تقول عليه، عدي صراحة خرمزوها فاش داروا هاد البياشينز، كانوا نورمالمون يديروا التراموي زوين التراموي. دابا راه ما يوقف ليا حتى واحد، دابا حتى واحد ما يوقف ليا، والله ما يوقف ليا شي واحد. فكادير ما عندهمش هاد القضية هادي ديال سميتو
يقف لك شي واحد باساج في الطون، ولكن هاني غنعرف عليها المول الطاكسي. اذا هنا الى بدا البياسينيس ردوا البال، هنا باش غيبدا يدوز من هنا. هذا دابا هو المسار ديالو، هو هذا شفتوه، ها هو هنا، ها هو دابا المنشأة الرياضية رقم واحد. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله. اذا هذه كتسمى القاعة المغطاة، لا سال كوفيرت. بعدا واحد الحاجة اللي حداها اللي مزيانة، وهي هاد النباتات هادو اللي دارو، ها هي شتوها هي هادي، صيبتها واحد الشركة من تمارا. دابا نوريكم السمية ديالها، هي هادي دابا القاعة المغطاة، ها هي تبارك الله القاعة المغطاة. هنا راه يا سلام، هنا شتو هنا كيداير، دايرين هاد الكراسي هادو اللي بغا يجلس، صار الناس يحافظوا عليهم اللي بغا يريح. هاد الباساج هذا زوين تمشى على خاطرك هنا، ما دايرينش دوك الواقيات ديال الشمس، ولكن فوزا بروبليم ورشتهم بحال بادين. إذن ها هي دابا هنا، ها هي هي هادي القاعة المغطاة. انت اش دايرين تما؟ الله إلا بادين هادو بالرب المعبود، دوري مغاربة العالم للشطرنج، للشطرنج دوري مغاربة العالم التورنوا دي ماروكان دي موند، مروكن مروكنز اوف ذا وورلد تشيس تورنمنت. راه بداو هادو، ما عندك ما تسالهم. انا هي هادي القاعة المغطاة الخوت، ها هي تبان لكم من هنا القاعة المغطاة اللي عنده مع الشطرونج وكان من مغاربة العالم يجي يلعب معاه. ها هي القاعة المغطاة هنا، شوف تبارك الله هاد الساحة هادي قداش. غادي نجي نشوفو، كيبان لي واش بداوها ولا غير مضيبانين دابا بهذا الشيء، حيت نورمالمون مازال الافتتاح ديالها مازال، كون كان الافتتاح كون راه شفناه في وسائل الاعلام. ها هي القاعة المغطاة، هي هادي، هي هادي القاعة المغطاة. ها هو التاريخ اللي جا حداها، هو هادا دايرين بها العمارة اللي دايرين بها، وداير بها هاد الجامع، هاد الجامع تا هو ديال الهدى هادا. ها هي القاعة المغطاة، هي هادي. راه داروا العباد الله دابا فين يلوحوا الزبل، ها رغم ذلك ها فين كيلوحوا الزبل. شوف شوف، هي هادي القاعة المغطاة الخوت، سير الحفاظ عليها. الباركينغ ديالها هو هادا، هو هذا الباركينغ ديالها، هذا الجامع ديال الهدى، هو هذاك. الله يحفظك، اعطيك الخير اودا. 1026 ما عرفتش شكون هذا، ما شافنا مسكين كنصورو قال لك تحيه. اذا ها هو الجامع، الجامع هو هذا كيما زعما مسألة، هذا الجامع ديال الهدى. اذا دايرين حدا هنا واحد القاعة المغطاة، هذه دابا القاعة المغطاة السؤال المطروح، واش غيكون فيها السبور ولا غيكون فيها، مازال ما عرفنا دابا هادي اش غيكون فيها هاد القاعة المغطاة، واش غيكون فيها السبور. ما دخلش لداخل، حيت ما عنديش الحق ندخل لداخل، تتحلو وندخلو لها. المهم راه دايرين فيها دوري مغاربة العالم للشطرنج. اذا ها هي الساحة، هي هادي دايرين فيها هنا الكازون والشجيرات، زوين زوين هنا هاد المنظر هذا كوميم. المهم هاد الشارع هذا زوين، هاد البارتي هادي يمكن ديال السبور اللي بغا يطلع ويها منها. دابا غادي نمشيو ل اش كيقولوا ليه، مسبح النصف اولمبي. شتي هنا داروا هاد الشجر هذا، سير بنادم يخليها تدي في الثقة، نباتات سي. ها هي دابا تبان لكم هنا القاعة المغطاة، هي البروجي هنا راه باقي دايرين هاديك الكونكارت ديالو، ها هي إنجاز القاعة المغطاة الهدى،
انجاز القاعه المغطاه الهودا، راه الشركه راهي سميتها سوسوتراد تمارا. المتر دوفراج هو وزاره الثقافه والشباب والرياضه، قطاع الشباب والرياضه. اذا هذه لا بايت شنا غير شنا داك واحد لو جون ما عطى سميتو ما سميتو انا هذوك الوزاره ما عنديش معاهم. خربستها والله الا خربستها سقطع من هنا. هنا هو الشارع الرئيسي شتوه بيست سيكلاب داك الشيء قادين زعما قادين هنا الشجر هو راه باقي ليه كاين باقي تما راه قادو ملاعب القرب غير هادوك راه ديال الفول غير هادوك راه قدام على ديال هادي هي اش كيقولوا ليها هذا هو المسبح مس اولمبي الشركه اللي قداتو ما عقلتش علاش شكون اللي قداتو هكا هذيك البونكارت ديال هاد التحييدات لكن هذا هو المسبح مس اولمبي حتى هنا راه دايرين هادو ديال الرخام هادي يمكن شي جلسه عباد الله بعدا هادي الناس بعدا ما رايحينش السبته سميتو رايحينو هنا مزيان شتيها هو الشجر هنا بحال هذاك الديكور ديال تما دايرينو هنا هي هادي القاعة المسبح مس اولمبي هو هذا المسبح مس اولمبي المجر ده كي داير بخير لاحظتكم انتوما اللي خدمتوا هنا ياك لاحظتك زين كما كتشوفوا معايا هنا المجر ده هما اللي خدموه مسبح الناس ونعم بي حتى هو مازال ما تحل هذا خصهم يديروا بعدا بالفلوس هذا سينو غيبدا يجوا لي دوك الاوباش غادي مسبح الناس ونعم زين بعدا باش قدو هاد الساحة هادي راه جا وحدة الفيلات هاهما الفيلات هاد الفيلات بعودة هادي يا سلام هادو الناس اللي ساكنين هنا ساكنين في موقع استراتيجي حداهم القاعة المغطاة حداهم هادا تبارك الله انا بريكم دابا القاعة المغطاة من سميتو من هنا نقطع دابا الشانطي كاين هنا واحد الساحة اش غيديرو فيها الله اعلم المهم الجامع راه كاين هاي مسبح الناس هنا في هو هذاك هو الجامع هاد الساحة دي ما عرفتش غيديرو فيها صراحة إذا كما كتشوفوا معايا ها هو مسبح نصف أولمبي القاعة المغطاة جوجهم كاينين في نفس الحي اللي بغا يعاون في البناء ديال مسجد الهدى ها هو الرقم الهاتفي 06 62 23 33 36 06 61 28 07 98 06 64 17 32 95 06 61 الحساب البنكي خزينة العامة المملكة شرعي حسن أول الدخل راه هو الحساب البنكي راه هو الرخصة ديالو في 2013 واو 11 عام وزعما بناوه واو 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 11 عام زعما بناوه 2013 2024 هاي القاعة المغطاة كتبان لكم من هنا ثاني ها الباركينغ ديالها ثاني الباركينغ ديالها هو هذا غير هنا الباركينغ ديالها ما قادوش الباركينغ ديالها راه ما قادوش هاي القاعة المغطاة كتبان من هنا شتوها ماشي القاعة المغطاة المسبح النسوان هادي واحد خضورية هنا تا
الساحة يا سلام. كيدير هنا؟ انا زوين هادشي اللي بغى يجي هنا يتحرك كي ربي ورتار زمن غير ها لا بيسين كملوا البنيات فينا وهادشي باقي شويه الله يحفظك قدام مولاي قال لك باقي شويه انت تهضر معايا بالشلحه علاش لان البليبر هنا كيهضروا بالشلحه فهمتي والشلحه ضروريه راه لغه ديال التواصل ورتارز من غاية هادشي تعلمت انا ورتارز من غاية they haven't opened this yet زعما مازال ما حلو هادشي هادشي هي لا بيسين اذا انا فيديو نتمنى انكم تفرجوا فيه بارطاجيوه مع الاخوان والاخوات اذا انا شفنا حنا اليوم قاعة المغطاة راهي مسبح نصف اولمبي حي الهدى قضيه غاديه وكتزيان ولا عزاء للحاقدين والقناه هي مشاريع قادر بغينا بزاف ديال لي جيمال خوت وبزاف ديال لي كومونتير لا تبخلوا علينا فضلا وليس امرا يلا تلاحى عبد الفتاح دفعوا معنا الكروسه الكروسه راه غاديه في الطلعه ما تخليوهاش تنزل دفعوا معنا الكروسه